أهلا بكم مشاهدينا ونافذتنا اليومية لمتابعة الأوضاع في السودان، ونستهلها بالأخبار الميدانية، إذ تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد. وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن 3 مدنيين قتلوا، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء سقوط قذيفة الليلة الماضية على مخيم للنازحين بحي ود الريف الشمالية أو شمال غربي المدينة. وأضافت المصادر أن الطرفين تبادل القصف المدفعي صباح اليوم، إذ قصف الجيش مواقع الدعم السريع شرقي الفاشر، بينما استهدفت الأخيرة مواقع للجيش وسط عاصمة ولاية شمال دارفور. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع طائرات الجيش السوداني بتدمير محطة كهرباء الفاشر ومنازل ومئات المنازل للمواطنين. ونشر حساب الدعم السريع على منصة إكس فيديو يوثق آثار الدمار بالمحطة ومنازل المواطنين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بحسب المنشور. ينضم إلينا من إقليم دارفور الصحفي أحمد عيسى ليطلعنا على تطورات الميدانية هناك. أحمد، مرحبا بك، وضعنا في صورة تلك التطورات العسكرية والميدانية الواقعة لديك. نعم، مرحبا، مساء الخير. عاد الهدوء إلى مدينة الفاشر عصر اليوم بعد مناوشات وقصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، حيث قصف الجيش قوات ومواقع تمركزات قوات الدعم السريع شرق المدينة، بينما ردت قوات الدعم السريع بالمدفعية في مناطق جنوب وغرب مدينة الفاشر. سبق هذا القصف المتبادل صباح اليوم ليلة أمس غارات جوية لسلاح الجو التابع للجيش السوداني في مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع شرق المدينة، إضافة إلى عملية إسقاط جوي للقيادة العسكرية بمدينة الفاشر. وبحسب مصادر تحدثت إلينا طبية من مدينة الفاشر أن هناك أيضا ضمن هذا الإسقاط مجموعة معدات طبية إلى مدينة الفاشر التي تعاني من أوضاع صحية غاية في الصعوبة جراء المواجهات وكذلك القصف المدفعي. هذه المناوشات وهذه المعارك المتواصلة وكذلك القصف المدفعي والجوي خلف عدد من الحالات وقصف المدنيين، إضافة إلى حالة النزوح المستمرة منذ أشهر، ولكن هذه الأيام قلت وتيرة النزوح نحو مناطق جبل مرة وكذلك منطقة طويلة التي استقبلت حتى قبل أسبوعين. وبحسب منسق عموم النازحين أن هناك أكثر من 50,000 فرد فروا إلى المدينة وهي محلية في ولاية شمال دارفور، وبحاجهم ماسة إلى الغذاء وإلى الدواء. إنسانيا حياة الأوضاع هنا في إقليم دارفور تقطعت يوما بعد يوم، تزداد معاناة الأهالي مع هطول فصل الأمطار وكذلك مع ازدياد حالات الإسهالات المائية وكذلك الملاريا وغيرها من الأمراض الموسمية، حيث مخيم السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور سجل حالة 900 حالة للإسهالات المائية وسط الأطفال وكذلك حالات سوء التغذية صباح هذا اليوم. هناك كذلك أوجة ماسة في مخيم كلمة للنازحين ومخيم عطاش الواقعات في حول مدينة نيال، وهم بحاجة ماسة للتدخل العاجل للمساعدات الإنسانية وكذلك للمرافق الطبية. إقليم دارفور بصورة عامة يعاني هشاشة الوضع الصحي، خروج المستشفيات طاقم من هذه الأوضاع، كذلك غياب المنظمات الإنسانية له دور كبير وأثر واضح في حياة الأهالي خصوصا الذين يعيشون في مخيمات النزوح حتى هذه اللحظة. وأكبر مخيمات هذه أكبر مخيمات النزوح هي مخيم كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور. نعم، شكرا جزيلا أحمد عيسى الصحفي، كنت معنا من إقليم دارفور لتطلعنا على التفاصيل والتطورات الواقعة فيما يتعلق بالمعارك الدائرة بالفاشر ومحيطها. مزيدا من المتابعة لتطورات الأوضاع ولكن من الجانب السياسي، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان،
من خلال محادثات سلام تنطلق منتصف أغسطس المقبل بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس، وذلك وفقا لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر. وقالت المجلة إن سويسرا والمملكة العربية السعودية ستستضيفان المحادثات وسيترأس المباحثات المرتقبة حال موافقة الأطراف، كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد. كشفت كذلك الفورين بوليسي في ذات الصدد أنه ستتم دعوة قوى ومؤسسات إقليمية أخرى بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة لمراقبة المباحثات من أجل إنهاء الحرب التي وصفتها المجلة بأنها أحد أكثر الصراعات دموية في العالم. وعلى صعيد متصل، دعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو في منشور بمنصة إكس، دعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للانخراط في مفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع في السودان. كما وعبر بريلو في عن إشادته بالجهود التي وصفها بالشجاعة التي يبذلها الشباب والنساء السودانيون الذين ينظمون ويشاركون في الإضرابات عن الطعام للفت الانتباه إلى السودان باعتباره أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع ظروف شبيهة بالمجاعة في أجزاء من البلاد المعزولة بسبب استمرار الصراعات. في التطورات السياسية أيضا، ناقش وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء بالقاهرة، ناقشا كلاهما مجمل المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة السودانية. وقالت الخارجية السودانية في تعميم صحفي إن الوزيرين اتفقا على ضرورة مشاركة الحكومة السودانية في بلورة أي مبادرات ورؤى إقليمية مطروحة واستصحاب دول الجوار كمكون فاعل في تلك المبادرات. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الوزيرين أيضا ناقشا قضية سد النهضة الإثيوبي والأوضاع في مناطق القرن الإفريقي والبحر الأحمر والأوضاع كذلك في المحيط الإقليمي، ونوهت إلى أن النقاش شهد تطابقا للمواقف ووجهات النظر إزاء تلك القضايا. مزيد من المتابعة، ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد الإعيسر، وينضم إلينا عبر الإنترنت من ميلانو فتحي أبو عمار رئيس تحرير صحيفة الوسط، وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة سعادة سفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ بك سيد خالد الإعيسر. سيد خالد، إذن لنتناول تقرير الفورين بوليسي والذي ذكرت فيه أن الولايات المتحدة أخيرا قررت أن ترعى بشكل حثيث مفاوضات بين الطرفين المتحاربين. التقرير لم يقدم أي معلومة متعلقة بإذا كانت بالفعل هناك موافقة من جانب الأطراف أم لا، وبالتالي سؤالي الأول إليك، هل هناك أي موافقة أو بادرة موافقة من قبل الجيش؟ تحية لك ابتداء ولضيفك وضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. بكل تأكيد الجيش منذ اليوم الأول للحرب هو سعى لوضع حد لهذه الحرب، وكان الشاهد على ذلك أنه ذهب إلى جدة وتفاوض مع الدعم السريع، وبالتالي ليس هناك ما يمنع الجيش من التفاوض في حال التزم الدعم السريع بمخرجات إعلان جدة، وهذا موقف مبدئي أعلنه الجيش في عدد من المرات سواء كان في بيانات القيادة الممثلة في المجلس السيادي، كل قادة المجلس السيادي ذكروا ذلك. موقف الحكومة السودانية واضح منذ اليوم الأول أنه تم التوافق على اتفاق محدد بتفاصيل محددة، يعني استصحبت كل شروط القانون الدولي الإنساني لوقف الحروب، وبالتالي هذا الاتفاق ما زال فاعلا في الرؤية الحكومية. وإن كان الدعم السريع هذه الميليشيا إن أرادت أن تنفذ أو تجلس إلى أي حوار فلتلتزم بذلك الاتفاق، ومن ثم ستعود الأمور إلى نصابها الصحيح بكل تأكيد. لكن مؤخرا جرت كثير جدا من المحاولات في الإقليم والعالم، وبالتأكيد الولايات المتحدة هي كانت أحد رعاة اتفاق جدة الموقع في 11 مايو 2023، وبالتالي هي ليست بعيدة من هذا الحراك. والسودان مؤخرا شهد زيارات أيضا للرئيس أبي أحمد الذي كان
ايضا مناشدا الحكومه السودانيه لكي تعود الى مسار التفاوض من جديد واصلاح العلاقات مع بعض الدول، وهذا ما يجري الان على قدم وساق، ولكن وفق الشروط التي تحفظ الانسان السوداني كرامته وللمؤسسه العسكريه هيبته، وفق الشروط التي ايضا خرج بها من اتفاق المعروف بإعلان جدة. التقرير صراحة لم يحسم عدد من النقاط، وبالتالي أنا هنا أحاول البحث في المعلومات الصحفية أكثر من المواقف سيد خالد، لأنه لم يحسم مثلا مصير جدة، فقط جدة السابقة أنت تعتمد عليها في حديثك الآن، بينما التقرير في فورين بوليسي لم يأتي على ذكر إن كان الانطلاق سيكون من تلك النقطة أم هناك نقاط، وخاصة أنه تحدث عن مفاوضات خلف الكواليس. لذلك دعني ربما أسأل ضيفي سيد فتحي أبو عمار، رئيس تحرير صحيفة الوسط، من 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 الباب الصحفي. سيد فتحي، هناك معلومات متعلقة جاءت في هذا التقرير تتحدث بشأن مناقشات مباشرة بين الأطراف تعقد برعاية المملكة العربية السعودية وسويسرا، ومشاركة عدد واسع من الأطراف كمراقبين، وأن الولايات المتحدة سترسل لافتتاح هذه الجلسات وزير خارجيتها أنتوني بلينكين وسفيرتها في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في حال مثل طرفي أو طرف الحرب في هذه المناقشات بتمثيل عال المستوى. ما الذي يمكننا أن نقرأه من معلومات لديكم كصحفيين بخصوص هذا التقرير؟ التحيات الطيبات لكم أنتم جميعا في قناة الجزيرة، والتحية المملوءة بالاحترام لضيفيك الكريمين الأستاذ خالد العيسر وسعادة السفير فوزي العشماوي. سيدتي، ثلاث نقاط يمكن أن نستخلصها من تقرير فورين بوليسي. أولا، لماذا نحن نزحف من منبر جدة إلى منبر آخر برعاية الأمم المتحدة؟ لثلاث أسباب في رأيي. السبب الأول، يريد الأمريكان أن يجدوا لهم موطئ قدما في هذه الأزمة بشكل قوي لعدة أسباب، ولا سيما بعد أن قدم السفير الإيراني أوراق اعتماده للفريق البرهان، وهنا يتسارع الذهن إلى أزمة البحر الأحمر، وأيضا تصاعد الحوثيين، وأيضا كذلك عزوف القيادة السودانية في بور السودان عن المجتمع الغربي وسحب يدها بعد أن لم يسمع عليها أحد. واحد. اثنين، أيضا كذلك ليشهد العالم على تلقي الجيش بالدال، الذي يستخدم دائما الورقة المنكوبة أو الورقة الغير واضحة لكي يحشو هذه الأوساخ في عقول المجتمع السوداني، ويقول لهم لا بد من الأخذ ب 11 واحد يوم 21 شهر 5 لجدة، مع أن جدة لم تفصل في هذا الأمر، ولم يكن هناك اتفاقا واضحا تم التوقيع عليه في جدة، وأن الدايش نفسه رفض الانسحاب من الأماكن السكنية، لأنه هو نفسه قناصو يقاتلون من المناطق المدنية المتاخمة للمناطق العسكرية. حتى لا تستخدم هذه ويشهد العالم على ذلك، أرادوا أن يأتوا بشيء جديد. ثالثا، لا بد من الضغط على الدايش بورقة المساعدات الإنسانية، لأن الدايش تلكى وهناك مجاعة، 25 مليون مهددون بالمجاعة، 9 مليون منهم أطفال، استخدم السلاح من قبل الدايش كمعاقبة جماعية لحواضن الدعم السريع التي ينتمي إليه الدعم السريع في كردفان وفي دارفور. إذن لا بد من الدخول على الدايش ويؤخذ من الأذن إن صح التعبير كالطفل العنيد إلى منصات التفاوض. إذن لا بد أن يكون هناك أطراف أخرى لتشهد على هذا، وهذا ما رأيناه. هناك قوة دولية منها مؤسسات إقليمية كالأمم المتحدة، وهذا لأول مرة بعد جنيف، وأيضا كذلك الاتحاد الأفريقي بشكل واسع، وأيضا مصر والإمارات، ودعوة كذلك جهات أخرى محايدة لتكون ظاهرة في هذا التفاوض. إذن حتى يشهد العالم على الاتفاق يكون واضحا، هل الدايش جاد في صناعة السلام وإدخال المساعدات أم سيتلكأ ويذهب إلى الأمام ويطيل عمر الحرب؟
طيب، يعني قراءة الموقف بالتأكيد بهذه الصورة يعكس بعض الانحيازات المتعلقة باتهامات وجهت للجيش من قبل الدعم السريع ومؤيديه ومناصريه بأنه هو الذي يتخاذل عن تنفيذ والالتزام بمخرجات جدة، والعكس بالعكس على الجانب الآخر سأجد نفس الاتهامات. ومن المناسب جدا أن أذهب الآن إلى سعادة السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سعادة السفير، أنت بالتأكيد على دراية كاملة بتطورات تلك الحرب المستمرة لأكثر من 15 شهر والمحاولات الكثيرة والمتنوعة والمتغايرة لوقف هذه الحرب، منبر جدة، اجتماعات في القاهرة، الاتحاد الإفريقي، جنيف قبل أسبوع، والآن نحن نتحدث عن مبادرة جديدة على الولايات المتحدة، وتقول في التقرير أن هناك مفاوضات خلف الأبواب لأشهر. هل كانت هذه التقارير لتخرج برأيك ومن وجهة نظرك إن لم يكن هناك على الأقل نسبية تأكد من تقارب المواقف بين القوتين المتقاتلتين أو قيادات القوتين المتقاتلتين؟ مساء الخير أستاذة حياة، تحياتي لحضرتك وللإخوة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. الحقيقة كما تفضلت حضرتك، ربما تكون المشكلة الأساسية والكبرى في الأزمة السودانية هي تخمة وتعدد المسارات والمبادرات والمؤتمرات التي تحاول حل هذه المشكلة، بما يؤدي إلى قدر كبير من السيولة وبما يؤدي إلى قدر كبير من الاستقطاب. الأزمة السودانية برأيي تشكل نموذجا لدولة كبيرة قوية مهمة ذات ثروات كبيرة جدا جدا وإمكانيات لا نهائية، ولكن للأسف الشديد تعاني من فرقة داخلية وانقسامات داخلية جوهرية كبيرة، ويحمل السلاح بها عدة فرقاء. الجيش ليس هو الذي يمتلك القوة المسلحة وحده، وهذه واحدة من أكبر ما يمكن أن تنكب به أي دولة في العالم حينما يكون هناك حق حمل السلاح لأي قوة غير شرعية غير الجيش الوطني لهذه الدولة. وأيضا هناك تدخلات إقليمية كبيرة في هذا البلد المهم استراتيجيا ومن ناحية الثروات ومن ناحية ومن كل النواحي، وأيضا تدخلات دولية. إذن كثرة المسارات للأسف الشديد برأيي لا تعبر عن اهتمامات بقدر ما تعبر عن مطامع وعن نوع من أنواع المحاولات المحمومة للكثير من القوى الإقليمية والدولية للتأثير في الشأن السوداني. الشأن نعم. السوداني أكثر ربما سعادة السفير هذه المسألة، وبما أنك جئت على ذكرها، ربما فقط التقرير وكثير من التقارير سواء سياسية سواء إنسانية أشارت إلى التجاهل الغربي لتلك الحرب الدائرة وتداعياتها الإنسانية الكارثية في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في حرب أوكرانيا، ثم بعد ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لما لها من ارتباطات مباشرة بالمصالح الغربية. ولكن يلفت التقرير النظر إلى أن التقاربات والعلاقات التي تم استعادتها، عودة السفير الإيراني إلى الخرطوم أو إلى السودان في هذا التوقيت بما أن الخرطوم الآن مدخمة بالبنادق، وكذلك التقارب الروسي خصوصا ما تطرحه روسيا بشأن الوصول إلى مياه البحر الأحمر وما إلى ذلك. بالنسبة لمصر، هذه التداعيات وهذه المحاولات وهذا التجاذب ما بين القوى المستغلة لتلك الحرب، ما الذي يعني؟ الحقيقة أنه هذا التجاذب وهذه المبادرات وكل هذه الأمور تلقى اهتماما كبيرا
في الدولة المصرية. من حسن الطالع أنه نستطيع أن نقول بأريحية أنه الملف الأهم لوزير الخارجية المصري الجديد دكتور بدر عبد العاطي هو الملف السوداني. شاهدنا افتتاحه وكلماته المهمة في مؤتمر القوى الوطنية السودانية الذي استضافته العاصمة الإدارية المصرية الجديدة. هذا اهتمام مصري مهم جدا. الوزير أشار إلى أنه هذه أول مرة يلتقي فيها كل الفرقاء السودانيين على الأرض المصرية أو في مكان واحد، وبالتالي هذا يعكس الاهتمام المصري. وفي نهاية كلمته وجه نداء عاطفيا ومؤثرا إلى كل الفرقاء السودانيين لإعلاء الشأن السوداني وإعلاء المصالح السودانية والتوقف عن الاقتتال وهكذا. ولكن أعود إلى القول إلى أنه ربما يكون هناك غيابا غربيا كما أفاد التقرير، ولكن الوجود الغربي دوما يكون موجودا من خلال من وراء الستار أحيانا ومن خلال القوى الإقليمية أو بصورة مباشرة كما تحاول الولايات المتحدة الآن أن تأتي إلى صدارة المشهد في توقيت مهم من محاولة أنها تجد مخرجا للجمود الحالي، والذي يعكسه أنه لا يوجد قدرة لدى طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع على حسم الصراع بينهما. طالما ظل هذا العجز عن حسم الصراع لأي منهما أو قناعة الطرفين بضرورة الجلوس إلى مائدة المفاوضات، سنظل نراوح أنفسنا، لأنه لابد أن يكون الرغبة في الحل هي رغبة سودانية في المقام الأول. وبخصوص الرغبة في الحل، وأريد أن أحمل هذه النقطة مرة جديدة إلى ضيفي سيد خالد. والسؤال سيد خالد، وقد سألتك في البداية عن إن كانت هناك أي أخبار من جانب الجيش بأنه ربما يكون قد يعني اقترب خطوة أو قرر الاقتراب خطوة أكبر لأجل أو ضمن تلك المفاوضات التي من المفترض أنها تجمع ليس فقط طرفي الحرب ولكن الحلفاء وحلفاء إقليميين وقوى إقليمية أخرى وجهت إليها أصابع الاتهام في بعض اللحظات، بالإضافة إلى راع أمريكي ورعاية كذلك الأمم المتحدة. هذا الزخم بالإضافة إلى المحاولات المتعلقة بلملمة شتات ورأب الصدع ما بين القوى السياسية المختلفة في السودان، هل يمكن التعويل على بدء صفحة جديدة في تلك المفاوضات؟ أم أن الجيش برأيك سيتمسك بمنبر جدة ومنتوجاته؟ سأجيب على سؤالك بكل تفصيل بالتأكيد، لكن دعينا ننظر إلى أساس المشكل في السودان. أساس المشكل في السودان هو اعتراف مشروعية. قوات متمردة خرجت من صلب الدولة، تأسست على أموال الشعب السوداني قبل أعوام قليلة جدا، أرادت أن تنفصل لكي تكون هي الأصل، والجيش يصبح فرع وجزء من هذه القوات المتمردة التي هي تخدم أجندات خارجية بكل تأكيد، وقد بان ذلك بكل وضوح خلال مسيرة هذه الحرب. وبالتالي ليس من الموضوعية في أي نقاش أن يتناول المتحدث دفاعا عن الدعم السريع اسم الجيش بالديش. ليس هناك ما يعرف بالديش، هناك جيش وطني سوداني أسس قبل أكثر من 100 عام، وهو جيش شارك في حروب عالمية امتدت منذ أن شارك في الحرب العالمية الثانية، ولديه شهداء في المسيرة التحررية الدولية في الإقليم وفي العالم. شارك في أمريكا اللاتينية، شارك في عبور خط بارليف، شارك في حرب أكتوبر بأعوامها المختلفة، في حروب مصر المختلفة، في كل الحروب العربية كان له دور ريادي جدا في إخراج الرئيس ياسر عرفات من الأردن. تعلمين ويعلم ضيفك الكريم من مصر، ربما ضيفك في اللغة حمالت أوجه خالد كما تعلم، وكل منا يختار مفرداته لكي تعبر عما يعتقد. ربما أنت تسميها ميليشيا هو يسميه الديش، وهذه ربما أنتم أدرى بها كذلك من أنتم ومشاهدينا من مني في هذا الأمر، ولكن اللغة تحمل في طياتها مواقف ورؤى لتموضع كل فريق من الفرق، فأنت تعلم ذلك. التموضع في موضوعية التناول قضية الدعم السريع باعتبار ميليشيا نحن نقر. وبالمناسبة هذه جزئية فرصة مهمة، كثير من الناس ربما أرادوا أن يشككوا في مواقف بعض الجهات بأنها كانت تسمي الدعم السريع جزءا أساسيا من الجيش وأنه كان من أبناء القبائل السودانية. هل هذا كله صحيح؟
نعم الدعم السريع كان جسما أصيلا في المؤسسة العسكرية السودانية أنشئ في عام 2017، ولكنه أراد أن ينقلب على السلطة في عام 2023، وأراد أن يختطف السلطة في السودان ويسلمها بصورة غير مباشرة لدول في الإقليم تريد أن تستثمر بمكاسب الأمة السودانية وتنهب مواردها بفكرة ذكية وغبية للغاية في ذات الوقت، لأنها أرادت أن تنقلب على جيش وطني أصيل يقف حق 45 مليون نسمة، وبالتالي التسميات هنا لا بد من أن تكون دقيقة في كل حوار تلفزيوني. أما حديث ضيفك من مصر السيد السفير فوزي، أنا أثمن على هذا الحديث وأؤكد على كل ما تفضل به من زاوية أن السودان دولة مستهدفة بكل تأكيد لما لديها من موارد ولما لديها من قدرات بشرية حتى، ولكن بكل أسف الإدارة الأمريكية، وأنا أتحدث صراحة عن الموقف الأمريكي المريب جدا منذ بدايات تدخلات الأمريكية في السودان عندما جاءت اتفاقية السلام ووضع بريستل ليمون ما عرف بخارطة الطريق الراحل بريستل ليمون، وتعاقب عليه عدد من البعوثين في ذات المكان في ذات الخطة يستحدثون أجنداتها وفق الحالات المعطيات الموجودة على الساحة في السودان حتى انفصل الجنوب، وما انفصل الجنوب أداروا ظهرهم للجنوب والشمال معا. أيضا الحرب بهذه الإدارة الأمريكية كانت طرف أساسي بل ربما أكبر طرف في إشعال فتيل النيران الحربي في السودان، لأنها وضعت فكرة الاتفاق الإيطالي الذي ظل الناس يتحدثون هنا في شاشتكم وفي كل الشاشات بأنه سيقود البلاد إلى الانفجار. الإدارة الأمريكية تريد أن تصمم اتفاقا سياسيا بما عرف بإعادة بعض النخب السياسية الفاشلة التي أوردتنا موارد الهلاك، وأيضا تقدم دول في المنطقة، وأنا أتحدث صراحة الدولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم الميليشيا، وهذه الدول لا يمكن أن تكون أطراف في أي نقاش وساطة لأنها كانت مؤيدة للدعم السريع. عندما اندلعت شرارة الحرب الأولى أول من فر من السودان هم البعثات الدبلوماسية وعلى رأس البعثة الأمريكية، وقد كانوا فاعلين في الساحة ويتظاهرون في الطرقات، وبالتالي نحن لا نعول كثيرا في السودان على أي وساطة لبعض الدول التي كانت طرفا أصيرا في شعار نار الحرب وفي قتل السودانيين وتدمير الدولة السودانية، ولكن في ذات الوقت نمد أيادينا بيضاء كشعب سوداني وكمؤسسة عسكرية لكل أبناء الدعم السريع الذين ألغوا السلاح جانبا وعادوا لكي ينضموا إلى مسيرة السلام والاستقرار والأمن، ويمكن أن يكونوا جزء من المعادلة الأمنية السياسية حتى الأمنية وليس يعني السياسية مستقبلا. صراحة منذ أن بدأت تغطية الشأن السوداني ومنذ أن بدأ الشقاق سواء السياسي أو العسكري، وأنا أسمع كلمة نمد أيدينا بيضاء وكلما نظرت في اليد الممتدة لم أجد يدا بيضاء، فاسمح لي بأن أؤكد لك جزئية بسيطة لو سمحت. جانبا لو سمحت. تفضل ولكن سريعا حتى أعود إلى ضيفي. سريعا نحن نمد أيدينا بيضاء لمن يلقي السلاح، لمن يريد أن يوقف سفك الدماء، لمن يريد أن يخدم شعبنا في السودان الذي هو تشرد وأصبح في حالة يرثى لها، ولكن وفق شروط تحفظ هيبة الدولة السودانية ولا تقود إلى انفصالات جديدة. من يريد أن يأتينا بسلام جديد ليكون هناك أكثر من رأس لمؤسسة عسكرية كما تحدث ضيفك الأستاذ فوزي وهو رجل خبير يعلم ما بواطن ما يتحدث عنه، نحن لا نريد دولة جديدة برأسين عسكريين لتقودنا مستقبلا لصراعات جديدة. إما أن ننتهي من سأحمل ما استخلصته من حديثك سيد خالد وهو أنك متشكك وبشدة في وساطة الولايات المتحدة الأمريكية وتعتقد أنها منحازة بالأساس لتيار السياسي أنت تعتقد وتحمله أيضا كذلك مسؤولية اندلاع هذه الحرب بناء على تلك المسألة المتعلقة بالاتفاق الإطاري وإشكالياته الحاصلة حينها والممتدة حتى الآن. وهذا يعيدني مرة أخرى إلى ضيفي سيد فتحي. سيد فتحي والسؤال إليك بخصوص نفس المسألة، هناك تلك المرة أو هذه المرة إن بدأت تلك المفاوضات وأخرجت للعلن هناك حضور كثيف سواء دولي سواء إقليمي، وهو ما يساعد صراحة على تقريب وجهات النظر وحل الإشكالات والوصول إلى مناطق وسيطة. هل تعتقد أن الدعم السريع مستعد لذلك أم أنها كما جاء في بداية الحرب الحسم وضرورة القضاء على الآخر وكل هذه المسائل؟ يا سيدتي، أنا الذي يهمني هنا عبر شاشتكم الموقرة أني أريد أن أساهم في إخراج بلدي من هذه الأزمة من وجهين. الوجه الأول تقصير عمر الحرب من خلال صناعة السلام،
بالمشاركة برأي إعلاميا. ثانيا إدخال المساعدات سريعا للمنكوبين من أهلنا الذين لا يستطيعون أن يتحملوا وطأة الجوع. لكن الأستاذ خالد العيسر دائما أراه عبر شاشتكم حينما يجابه مخالفا له في النقاش، يحاول أن يشخصن الأمور ويجره إلى هوية المعارك الشخصية وينأى بعيدا عن صناعة الحلول القومية. يا سيدي لابد أن أرد إن أذنت لي قضية تمرد هذه، لتعلم أستاذ ياسر خالد العيسر أن التمرد ليس كل تمرد منبوذ. أحيانا التمرد على الظلم والظالمين مطلب أخلاقي وشرعي وأدبي ووطني. اثنين، قضية أنك تتحدث عن أصل كلمة داعش، وأظنك من الغرب كذلك، من المناطق التي أنحدر منها أنا، وإن كنت تعلم ذلك أن جداتنا والحبوبات والأجداد يقولون كلمة داعش، ابنك أين؟ ابن دياش يعمل في الداعش، فيقلبون الجيم دال. ولكن أنا هنا لا أقصد هذه الكلمة في أصلها البريئة، بل أقصد أن الداعش الذي أنت قلت عنه وطني وقلت عنه سوداني، أي بمعنى يمثل السودانيين، أذكرك بأن معظم ضباطة ينحدرون من 3 إلى 4 قبائل من جملة 574 قبيلة، باستثناء بعض القبائل، بعض الجزئية التي لا تتجاوز 10% من ضباط التحلية الموزعين على بعض القبائل السودانية. وأذكرك أن 90% من جنود الديش الذي هو مجرد دوشة ليس إلا يأتون من القبائل البسيطة من غرب السودان وكردفان ودارفور ومن جبال النوبة ومن بعض المناطق المهمشة. هذا الجيش المتسلط. أما بقضيتك أنك تبرئ الديش وتعطيه لمعة عالمية أنه شارك في الحروب العالمية، يا سيدي الحرب العالمية شاركت فيها بعض القبائل وشاركت فيها بعض حركات التحرر، فلا تدوشنا بأن الديش أنه حارب وأنه له خبرة في هذه الحرب. لن نرى له خبرة، وأن أكثر من قتل المجتمع السوداني هذا الديش الذي هو مجرد دوشة ليس إلا، وهو ليس ديش محترف. لدينا 5 مناطق ليست في أيدينا ونحن لم نستطع أن نتملكها بشكل، وأن الديش كان متسلطا وكان انقلابيا. أما بقضية الإطاري أن آخر خطاب قبل أن ينسحب الفريق المهام من التوقيع بطريقة أو بأخرى قد مدح الإطاري ومدح حميتي وقال أن هذه وثيقة هي تعتبر بين قوسين في رأي استخلاصا من رأيي هي وثيقة الخلاص. لكن أيضا أنت تتحجج بجدة، أنتم لا تريدون أن تذهبوا وتحيوا جدة، أنتم الذين تلكأتم حينما انسحب الفريق البرهان وخرج حميتي المطارد بالطيران على طريقته وذهب إلى الإيجاد، لم يذهب. إن كنتم جادين اذهبوا وأحيوا جدة على رؤوس على مسمع العالم. لماذا انسحبتم من المنامة وانسحب كباشي في آخر لحظة ولم يوقع على المنامة أمام عبد الرحيم دقلو وتعرض بأن طائرته؟ سيد فتحي لن أتدخل صراحة في ردك عليه ورده عليك في تلك النقاط المتعلقة بوجهات نظركما المرتبطة بالانحيازات. لن أتدخل في هذا الأمر، فأنت ستقول إن الجيش هو الذي ارتكب الجرائم، وهو سيقول إن الميليشيا والدعم السريع هي التي ارتكبت، أنت ستسميه ديش هو سيسميها ميليشيا. ولكن فقط عندما تحدثت عن مسألة أن يعني تحقيق المصلحة ورغبة الدعم السريع في القضاء على الفساد وهذه المسألة، فقط أحيلك إلى بعض المقولات التي تقول إنه عندما تكون تحقيق المصلحة تقتضي سيلان الدم بكل هذه الكميات وارتكاب تلك الفظائع في حق المدنيين، فربما يعني التنحي والتراجع أولى وأفضل. سيد فتحي، هذه الحرب لم تأتي لا بديمقراطية ولا بدولة سودانية حديثة كما يقول الدعم السريع، ولم تحرر السودان من الميليشيا كما يقول الجيش. وأريد أن أذهب إلى ضيفي من القاهرة سعادة السفير. سعادة السفير، أنت ترى بالتأكيد هذا الصراع وتراه حاضرا وبقوة، وكيل الاتهامات لا يتوقف لا في هذه النقاشات على الهواء ولا تحت الهواء ولا حتى في جلسات القهوة السودانية بين الأصدقاء وبعضهم البعض. سؤالي إليك، القاهرة لديها دور فاعل وهام في هذا التوقيت، هل يمكن أن تكون تلك لحظة من وجهة نظرك مناسبة لكي يتم رأب ذلك الصدع وأن تقف هذه الحرب ويتم الالتفات إلى المواطن السوداني الذي عانى الويلات منذ بدأت هذه الحرب حتى الآن؟
بالتأكيد أستاذة حياة، مصر لديها دور وواجب ومسؤولية تاريخية تجاه الأشقاء في السودان. مصر موقفها بالغ الوضوح فيما يتعلق بالأزمة السودانية الحالية، وهو أولاً وقف الاقتتال، ثانياً إنفاذ المساعدات، ثالثاً وحدة الجيش، رابعاً كف التدخلات الإقليمية والدولية والخارجية. ولا شك أنه إذا كان هناك بالفعل رغبة لدى الأشقاء السودانيين في أن يكون هذا هو الواقع والحال، وإذا توقف الإخوة السودانيين عن تبادل الاتهامات وكما يقول الإنجليز pointing fingers، فإننا سنكون على بداية الطريق إلى الحلول. كل المحافل تستطيع أن تنجز اتفاقا سودانيا، ولكن تعدد المحافل للأسف الشديد ربما يكون عائقا أساسيا أمام الوصول إلى تفاهمات معينة. البداية تبدأ من السودان ومن القناعة السودانية. ألاحظ وتلاحظين حضرتك ويلاحظ الجميع غياب المكون المدني الذي قام بثورة مجيدة وكان للشباب وكان للمكون المدني السوداني دورا عظيما قبل هذا الاقتتال، وكان للسيدة السودانية دورا عظيما. للأسف الشديد كل هذا اختفى تحت وقع السلاح وتحت وقع البنادق. لابد أولا أن تتوقف كل القوى الإقليمية والدولية عن دعم الأطراف المتقاتلة، ولابد أن تؤمن القوى السودانية أنه لا مجال للانتصار في حرب عبثية مثل هذه الحرب، ثم تجتمع على أهداف صغيرة ومتدرجة حتى تصل إلى الأهداف الكبيرة. يجب أن يكون هناك في هذا صدد سعادة سفير مصر لها دور هام في هذه اللحظة. فالأزمة السياسية الحاصلة حتى من قبل الحرب تشهد انشقاق ما بين القوى السياسية السودانية، وهذه القوى بحاجة إلى من يقرب بينها في وجهات النظر، والكل يرجح أن من يمكنه فعل ذلك هو القاهرة. وتبعنا تلك الخطوات، المؤتمر الذي أو الاجتماعات التي عقدت قبل 3 أسابيع من الآن، اللقاء الأخير ما بين وزير الخارجية وسفير ووزير خارجية السودان، والذي تحدثت أنت قبل قليل عن اهتمام وزير الخارجية المصري الحالي بشكل كبير بالملف السوداني. لدي يعني نوع كبير من التفاؤل أن يكون هذا الاهتمام المصري على مستوى وزارة الخارجية وبقية الأجهزة، وبالقطع الرئاسة المصرية بالشأن السوداني وبالأزمة السودانية وبالأوضاع في السودان نتيجة تأثيرها المباشر على الأوضاع في مصر ونتيجة تأثيرها المباشر على الأشقاء في السودان و مجمل الاستقرار في المنطقة، أن يكون هذا فاتحة خير. الأشقاء السودانيين يجب أن يثقوا في القاهرة، ويجب أن تكون القاهرة على مسافة واحدة من كافة الأشقاء في السودان. ومصر ليس لها أي أجندة غير وحدة السودان وإيقاف الاقتتال وإنفاذ المساعدات ووحدة الجيش وخروج السودان من هذا المأزق التاريخي. شكرا جزيلا سعادة السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة. ونبقى في السودان أيضا، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة إن انتشار الصراع في جميع أنحاء ولاية سنار جنوب شرقي السودان أجبر 151,745 على الفرار من الولاية. وأضافت المنظمة أنها أنشأت عيادات متنقلة في مناطق أم قلجة والحوري وبولاية الجدارف شرقي السودان، وقدمت المساعدة الطبية المنقذة للحياة لأكثر من 16,000 نازح وصلوا حديثا. كذلك سودانيا، نشرت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي صيحة أرقاما صادمة بشأن العنف الجنسي في ولاية الجزيرة وسط السودان. وقالت الشبكة إنها وثقت حوالي 250 حالة عنف جنسي ضد النساء بما في ذلك جرائم الاغتصاب، كما وسجلت 14 حالة حمل غير مرغوب فيه ضمن 75 حالة عنف جنسي تشمل جريمة الاغتصاب الجماعي بولاية الجزيرة وسط السودان ارتكبت بواسطة قوات الدعم السريع منذ اقتحامها الولاية في ديسمبر
من العام الماضي، وشدد التقرير على ضرورة محاسبة قائد الدعم السريع بالولاية أبو عاقلة كيكل وغيره من القيادات المسؤولين بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات المروعة التي تحدث أو التي تحدث في الولاية وفقا للتقرير. أيضا في السودان يعيش النازحون الفارون من القتال الدائري أوضاعا إنسانية صعبة في ظل تفشي الأمراض ونقص الغذاء والدواء. وفي مدينة القضارف شرقي البلاد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال النازحين في العراء منتظرين ما يسد رمقهم من طعام وشراب. وقالت إحدى النازحات عن رحلة نزوحهم القاسية من ولاية سنار إلى القضارف: تعبنا من الأصوات اللي بنسمعها، وإن هناك من توفي في الطريق فلنتابع. يعني حس الزحمة وبيتنا كم يوم في الشارع، 4 يوم من غير موية ومن غير يعني، والمطر والناس تعبت والأطفال ذاتها تعبت، في بعض الأطفال ذاتها تعبت شديد اللي يعني أسعفوهم، والناس يعني كبار السن ذاتها متضايق وتعبوا شديد. ونحن زادنا يعني حاسة مع حالتنا بتاعت الضغط دي، سعجينا كنا تعبانين لكن حاسة الحمد لله، لكن بس الأدوية ما متوفرة بتاعت الضغط والسكري. تعبنا والله يعني من الأصوات اللي بنسمعها والرعب حقت الأطفال، والناس الكبار تعبوا، وفي ناس توفوا في الشارع ذات يعني الناس كلها يعني بقت يعني ما في يعني حاجة كده يعني تخلي الناس يعني عشان يكونوا مستقرين يعيشوا في حياة يعني فيها استقرار، يعني زي ما شايف هسه ما جينا الذباب وغايته بس والحمد لله. هنا الأطفال لأنه شريحة ضعيفة وما بتحمل، ما عندهم مناعة للأمراض، في الأمراض بتاعت الجهاز التنفس اللي هي السعال، وفي الإسهالات والبرد والنزلات، وما في دعم للأطفال. فأنا عايزة إنه شنو دعم يدعموا الأطفال بصفة خاصة اللي هي ملابس البرد، وعايزين دعم مادي، دعم مادي لكل أم بتاعت أسرة. يعني أي أم هنا عندها مثلا 7 أطفال أو أقل حاجة 4 أو 5 أطفال، ثلاث ارباع الناس دي هنا يعني ما مغطيه. نحن الان في الميناء البري ده برا يعني خارج انت شايف براك الرزاز بتاع المطر بيجي داخل، انا ورا هناك قاعده هناك في ورا ولحد هناك كده بيجي الرزاز داخل للناس. الناس دي كلها بتتكوم كده يعني محل واحده، رجال ونساء واطفال واي حاجه كده. الناس دي محتاجه دفايات، الحمد لله يعني جو وزعوا دفايات بس ما مكفيه للناس عامه، جو وزعوا فرشات ما مكفيه للناس عامه، وزعوا اباريق وبدوا الناس غذاء، لكن الناس دي محتاجه لسه لانه العدديه كثيره وكميه الاطفال معانا هنا اطفال كثيره شديد. أعود إلى ضيوفي وأعود إليك سيد فتحي. قبل قليل كنت تتحدث عن أن دورك الذي تؤمن به في تحرير هذه أو في إنهاء هذه الحرب ووضع حد للانتهاكات هو مهم وتقوم به كإعلامي، وكذلك أيضا مسألة إدخال المساعدات. ماذا بشأن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي تطارد باتهاماتها محليا وإقليميا ودوليا قوات الدعم السريع منذ بدء هذه الحرب وحتى اللحظة؟ كيف تنظر إليها ومتى سيتم تحميل من يقوم بتلك الجرائم مسؤوليته عنها؟ أولا يا سيدتي سأدخل في هذه النقطة وأرجو أن تأذني لي أيضا كذلك في بعض الوقت، لكن قبلها كل هذه الأزمات وهذه الإفرازات وهذه الأوزار وهذه الدموية والاغتصابات إن صحت والانتهاكات، كل ما ترونه أنتم جميعا أو تسمعون عنه من سوداوية يتحملها من أطلق الرصاصة الأولى، يتحملها من التلكؤ في الذهاب إلى جدة أو إلى السلام، أو وضع العقبات ونصب المطبات. اثنين، أنا طبعا أحترم البدايات لكل مؤسسة وينبغي أن نشجعها، لكن هناك مؤسسات دولية عالمية لها تاريخها ومعترف بها ومعروفة ولها موظفيها ولها وسائلها ولها دراساتها ولها تاريخها في الحيادة، وهناك مؤسسة الرجل الواحد، موقع عبر إنترنت أو صفحة عبر فيسبوك وجهاز لابتوب في طاولة المطبخ ورقم تليفون مجهول في واحدة من دول أفريقيا، لكن بصفة عامة. طيب أنا لا أنتمي لا لمؤسسة المطبخ ولا الرجل الواحد ولا أنتمي لمؤسسة دولية تعمل
في هذا الصدد، ولكني التقيت نساء سودانيات منهم شابة لم يتجاوز عمرها 17 عاما، وسألتهم وسمعت ما أبكاني ليوم واثنين وثلاثة، وكلهم يؤكد أن من اغتصبوهن كانوا رجال الدعم السريع. أنا هنا لا أتبع مؤسسة الرجل الواحد، ولا أتبع الأمم المتحدة، ولا أتبع غير، أنا صحفية وكنت أبحث وراء ذلك في عملي الصحفي. شهادتك محترمة جدا ونثمنها عاليا ونقدرها، لكن ما دمت قد أتيت بحجة أخرى أنا أتيك بحجة. أنا في هذا الصباح يا سيدتي طلعت على صحيفة الجارديان، وما أدراك ما الجارديان؟ لقد نشرت تقريرا. سأتي للجارديان، لا تستبق الأحداث سيد فتحي، لكل منكم سؤال، لا تستبق الأحداث، وخاصة أن الجارديان مسحت تقريرها، ولكن سأتي لما جاء في الجارديان. اتهامات الدعم السريع تسبق الجارديان وتسبق الجميع، وسمعناها مباشرة من النساء، أعددنا عليها تقارير بعد الاستماع مباشرة من النساء، سمعها مؤسسات محترمة يوثق فيها دولية ومحلية وإقليمية، وما زالت تطال، ونشرت لها فيديوهات، والواحد يعني يختبئ ويشعر بأنه ضئيل عندما يقول نشرت هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يا سيدتي، لقد صادرت حجتي، لكن أنت ذكرت شبكة صيحة، وذكرت لك المؤسسات المحترمة المعروفة والمؤسسات التي هي في مرحلة البداية وكذلك نحترمها. شبكة صيحة قالت أن هناك 14 حالة حمل من 75، أنتم ذكرتم 250 وهم قالوا 75 حالة اغتصاب، منها 25 حالة قاصر. إذن أنا بحجتي أقول لك الجارديان قالت أن هناك 24 امرأة يعني يمارسون الجنس ويمارسون الجماع مقابل صحن الفول أو مقابل أن تجد مخدة لكي تأوي نفسها في مدرسة. من الذي قام بهذا؟ قام به الديش بين قوسين المحترف والوطني والسوداني الذي تحدث عنه الأستاذ ياسر الأعيسر. هذا قيل في أمدرمان أحد الجنود وعلى لسان الجارديان التي قامت بالشطب. طيب سيد فتحي، صراحة سيد فتحي وبشكل شخصي، أنا أقبل المقارعة السياسية وأقبل المقارعات فيما يتعلق بمن أطلق الرصاص، ولكن عندما أسألك على جريمة بهذه البشاعة، بدلا من أن تذهب للمقارعة وحقك، فأنت تريد أن تبحث عن مخرج وتبحث عن حجة، ولكني هنا أبحث عن مسؤوليات، أبحث عن محاسبة. هؤلاء النساء لا ذنب لهن، سواء في إشعال الحرب، سواء في إطلاق الرصاص، سواء في كون ذلك الرجل دعم سريع أو كونه جيش. نساؤكم في السودان تعرضن للاغتصاب من إحدى الجهات، وسألتك عن واحدة وسأسأل ضيفي عن الآخر، هل تحمل تلك الجهة مسؤوليتها أيضا أم لا؟ أيضا صادرت مني الكلام وقاطعتني ثلاث مرات ولم تسمح لي بالاستمرار في إلقاء حجتي. في أول مرة، أول ما استهللت كلامي، قلت لك أن هناك مؤسسات لها عناصر في عين المكان. واحدة من العناصر التي اعتمدت عليها شبكة الصيحة قالت أن متحدثة لم تكشف عن نفسها ولم تكشف عن وجه، نحترم ذلك للظروف الأمنية الرديئة، لكنها لم تذكر لنا ما هي وسائلها، هل بالتليفون، هل قالت امرأة، هل كانوا في عين المكان، هل أخذوها من أطباء، من أطباء الإجهاض، من أطباء الجينات في المستشفيات، من أين أخذوا هذا الكلام؟ يمكنني أنا كإعلامي إن لم أكن أخاف من الله عز وجل واتقي الله في شعبي، آتيك بتقرير وأكتبه على صفحة يمكن أن تأخذي به هو نفسه، أو يمكن لي أنا في دولة غربية أن أؤسس منظمة في فترة لا تتجاوز عن نصف ساعة فقط، لا تتجاوز الساعة، وأكتب تقريرا وأقول شبكة النجوم الواضحة في السودان تقول أن هناك 1500 امرأة اغتصبت من قبل الديش. إذا لابد أن نتحرى الحقيقة من قبل المؤسسات التي تقوم بهذا الكلام، لكن حينما نتحدث عن الجارديان، هذه الجارديان التي صادرتني ولم تسمح لي بإكمال رأيي فيها، الجارديان تقول أن الديش يقوم بالاغتصاب مقابل الفول، يقوم بالاغتصاب مقابل المأوى في مساكن المدارس، الديش أجبرهن على ممارسة الاغتصاب، الديش، هذا كلام للجارديان، وتقول أنه ينتقي النساء أيهن الأجمل لكي تدخل البيوت وتقوم بين قوسين بالشفشفة، الكلام للجارديان وقرأته
هو موجود عليه وعندي منه سكرين شوت ان شئتم ارسله لكم. الكلام للجارديان والامم المتحده كلامها موجود وغير صيحه، واكثر من مؤسسه غير صيحه كلامها موجود، والكل يؤكد ان جنود الدعم السريع ومنتسبي بين قوسين الدعم السريع يرتكبون الاغتصاب ويرتكبون الاغتصاب الجماعي مره ومرات. تمكنت من سوق كثير من الحجج الوجيهه سيد فتحي، لكنك لم تتمكن من إدانة ما يرتكب هذا الفعل، وبالتالي اذهب الى سيد خالد الاعيسه. سيد خالد، تقرير الجارديان تقرير الجارديان الذي تحدث بخصوصه ضيفي، بالفعل كنا ننتوي أن يكون جزءا من هذا النقاش، ولكن الجارديان قامت بمسح هذا التقرير ولم توضح حتى اللحظة ما الذي جاء فيه، ولكننا اطلعنا عليه وأنا أكيد أنك اطلعت عليه. وإلى أن نعلم لماذا مسحت أو حذفت الجارديان تقريرها بخصوص أن الجيش يقايض وجنود الجيش يقايضون النساء على الطعام في بعض المناطق التي يسيطرون عليها بممارسة الجنس، أي اغتصاب تحت التهديد لكي تحصل النساء على الطعام. هذه التهمة أنتم وجهتموها مرارا وتكرارا للدعم السريع أنه هو الذي يغتصب نساء السودان. أليس مهينا أن تغتصب امرأة سودانية من جندي سوداني منوط به أن يحميها مقابل طعامها سيد خالد؟ بكل تأكيد نحن نرفض هذه السلوكيات أيا كان المصدر، ولكن هذا لا يؤكد أننا نؤكد أن هذه الأشياء قد حدثت بالفعل هذا ابتداء. أما الحديث عن الصحافة الغربية وأنا لدي تجربة طويلة مع عدد من الصحف، لا أريد أن أسمي حوادث في التاريخ مشهودة. أنا لست هنا لتقييم الصحافة، عفوا سيد خالد وسيد فتحي، هذا النقاش لا علاقة له بتقييم الصحافة. يمكنني أن أفتح نقاش طويل عريض عن تقييم الصحافة، وكلنا رأينا ما الذي حدث في الصحافة الغربية في غزة، وكانت الأمور كاشفة ومكشوفة إلى أبعد حد. أنا هنا أتحدث عن اغتصاب النساء قبل أن تقفز إلى تقييم اغتصاب النساء. اغتصاب النساء أمري مرفوض، اغتصاب النساء مرفوض إذا ارتكبته قوات الدعم السريع وظلت ترتكب ذلك منذ أكثر من عام ونصف، بل أكثر من 20 عاما منذ أن بدأت كحركات وميليشيات صغيرة مشتتة هنا وهناك تقاتل في الحدود إبان التمرد الأول في دارفور، مرورا بأعوام التي تبعتها جميعها. بالتأكيد الجيش القومي السوداني أسس على منهجية وعلى عقيدة عسكرية وعلى تعدد إثني وجغرافي لا يقبل التشكيك. الجيش السوداني الآن موجود في كل المدن السودانية في عدد كبير من المدن والأقاليم والولايات، ولم نسمع باغتصاب سيدة واحدة. الدعم السريع يوجد الآن في عدد من المناطق للأسف مسحت الجارديان تقريرها سيد خالد، حذف التقرير، ولكن ما جاء في هذا التقرير أن جنود الجيش هم الذي يقومون هم الآخرين بتلك الجريمة، جريمة اغتصاب النساء مقابل الطعام. إلى أن نعرف لماذا مسحت الجارديان هذا التقرير، ولكننا رأيناه رأي العين. جميل، أنا هذا الذي أريد أن أشير، لا أريد أن أسمي الصحف التي كان لدينا معها تجارب، وعندما تسأل عن خطأ ما ارتكب في حضورك وأنت كنت من الذين شاركوا في هذا العمل سواء كان تغطية أو متابعة، يعود إليك رئيس التحرير لهذه الصحيفة زايعة الصيت ليقول أنه هذا ديسك بوليسي سياسة تحرير، ونحن لا نريد أن نتحدث بأسماء الصحف حتى لا نحرجكم ولا نحرج أنفسنا، لكن الصحافة الغربية هي صحافة موجهة. الجيش الوطني السوداني يا أستاذ حياة هو جيش تأسس على عقيدة عسكرية محددة، وعندما تحدث يا إما الصحافة الغربية صحافة رصينة ونرتضي منها أنها هي الأخرى نشرت تقارير تتهم وقوع جنود ومنتسب الدعم السريع بأنهم ارتكبوا الاغتصاب، أو إن الصحافة الغربية صحافة موجهة ولا نقبلها، لكن لا يمكننا أن نقبلها عندما تكون الاتهامات موجهة للدعم السريع، ولا نقبلها عندما تكون الاتهامات موجهة لجنود الجيش. أنا أقبلها وأنا ذكرت لك إن كان الجيش قد ارتكب آلة يعني معزولة باغتصاب سيدة أمر مرفوض، ولو ارتكب ذلك أيا كان من كان في هذا الجيش. نحن نرفض الفكرة كمبدأ أن تغتصب سيدة سودانية أو سيدة عربية أو مسلمة أو مسيحية أو لاتينية أو من أي مكان في العالم، هذا مبدأ مرفوض ابتداء. أنا أريد أن أعدد لك أشكال هذه الاتهامات غير المبررة. هناك من يعمل خلف غرف كما تفضل فتحي الذي هو ربما مدرك بحجم هذه الغرف، لأن هناك دول أنفقت ملايين الدولارات في غرف إلكترونية لكي تخلق واقعا تصنع واقعا عسكريا مشوها للجاسوس العسكري. وعندما تحدثوا عن الجيش هذه التي أريد أن أجيب عليه،
جون قرن كان ضابط في الجيش السوداني، بكري عمر خليفة من جنوب كردفان كان ضابطا في الجيش السوداني، الآن أبناء حركات دال كفاح المسلح ينضمون للدفاع عن الجيش السوداني مع الجيش السوداني، منتسبي الحركة الشعبية التمرد عبد العزيز الحيلو انسلخوا عن قيادتهم العسكرية وانضموا للدفاع مع الجيش كتفا بكتف في جنوب كردفان ضد الدعم السيح، ولا الدعم السيح تحكم قبيلة واحدة أسرة واحدة داخل قبيلة بطن بيت آل دقلو حميتي وأخوانه وخيلان وابن عمومته وابن آله هم الذين يقودون هذه الميليشيا. أنت تعود مرة أخرى سيد خالد إلى ما هو دون النقطة التي أريد أن أناقشها، ولكن بما أننا وصلنا إلى نهاية هذا، نعم بما أننا وصلنا إلى نهاية هذا النقاش، فبالتأكيد أنت قلت قبل مرة أنك ترفض فكرة اغتصاب النساء إن ثبت بحق الجيش، وأكلت الاتهامات للدعم السريع، وكذلك ضيفي من الناحية الأخرى قال إنها الاتهامات مرتبطة بالجيش لكن وكذلك رفض الاغتصاب. شكرا جزيلا لضيوفي سيد خالد العيسر وسيد فتحي أبو عمار، لكما جزيل الشكر. بذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه التغطية في ما يتعلق بتطورات الحرب في السودان. يمكنكم دوما متابعة آخر التطورات عبر موقع الجزيرة مباشر وصفحة الجزيرة مباشر السودان على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم تحياتي، أنا حياة اليمني، دمتم في أمان الله وحفظه.